قديماً قرأت في أحد الكتب الحكيمة أن الناس يقسمون إلى ثلاثة أصناف. الأول يحيا حياة قاسية صعبة مليئة بالصراع والحرمان، ويسعى على الدوام لإزالة العقبات من طريقه، وهذا النوع لا يعرف قوانين العالم. أما النوع الثاني فهم أولئك الذين يعيشون حياة قلبية، وهؤلاء يعرفون القليل عن قوانين العالم. أما الصنف الثالث فهؤلاء لا يواجهون في طريقهم أي مصاعب، فهم أتقنوا جيداً أن هذا الكون مزدوج وعرفوا قوانينه، لذلك تجدهم يتطورون ويزدهرون. فما هي ماهية هذا العالم؟ وكيف هو مكون؟ وما هي قوانينه؟ وهل العيش فيه والازدهار ممكن؟ هذه الأسئلة الرئيسية التي يجب علينا جميعاً الإجابة عنها، وهذا تتوقف عليه درجة الحرية والسعادة التي نعيشهما. سنتحدث في هذا الكتاب بالتفصيل ماذا يعني مفهوم الكون المزدوج الذي نعيش فيه، وهذا سيساعدكم في فهم وقبول القوانين النافذة هنا بشكل أفضل. عالمنا غير قاس، وإنما أنتم لا تعرفون كل قوانينه، وغالبا ما تخطون خطوات خاطئة، وبالطبع تلقون الجزاء على ذلك. أنتم تعرفون القوانين الفيزيائية وتعرفون العواقب التي تنتظركم إن خالفتموها. على سبيل المثال، معروف لديكم تماماً ما نتاج عدم التقيد بقانون الجاذبية والثقالة. نحن ويا للأسف لا ندرس في المدرسة قوانين الكون المزدوج، ولهذا فهي ليست في متناول الجميع، لكن مخالفتها ستؤدي إلى عواقب كارثية في حياة الإنسان. القوانين الموصوفة في هذا الكتاب لا تقل واقعية عن القوانين الفيزيائية التي عرفتموها، وهي ذات قيمة تطبيقية بالكامل. قرروا أنتم أي القوانين ستتبعون وأيها لا. أنتم معيار الهيبة بالنسبة لأنفسكم، ومن الطيش أن تتبع شيئا لا قيمة له، فلا بد من تفحصه أولا. فإذا أردتم التوثق من أمر ما فراقبوا حياة الآخرين، فالأفضل بلا شك أن تتعلموا من أخطاء الآخرين، فللقوانين سمة غير جيدة، إننا إذا خالفناها فستلحق بنا عواقب، وهذا ليس إحساسا مريحا بالتأكيد. فإن بدا هذا الكتاب لكم معقدا وغير مفهوم فلا تحزنوا، فهذا فقط لأنكم لم يسبق لكم أن فكرتم بالأشياء المدونة فيه، رغم أنها معروفة في أعماقكم وفي عقلكم الباطن. اعطوا لأنفسكم الوقت وسيصبح كل شيء واضحا وجليا لكم. وإذا شعرتم بأن كل شيء في الوقت نفسه مفهوم لكم وغير مفهوم فأيضا لا تحزنوا، فهذا يحدث لأنكم تستعجلون، وتلك هي سمة عقلكم، هو دائما في عجلة من أمره هناك حيث وجدتم أنفسكم، والمعنى يضيع منكم. أعطوا لأنفسكم الوقت للتكيف مع كل ما تسمعونه. على هذا يمكن أن يذهب يوم إلى ثلاثة أيام. أتمنى لكم النجاح. إن المعجزة أحبائي ليست في أن تطير في الهواء أو تسير على الماء، بل في أن تسير على الأرض، كما هو معلوم للجميع
في الشرق لا يمكن الفصل بين الفنون القتالية والحياة، لأنه وفي المجالات الحياتية جميعها تعمل القوانين ذاتها، والمتغير فقط هو شكل ظهورها وصيغة تجلي. توجد أساليب عدة في الفنون القتالية الصينية تشبه وتقلد حركات مختلف الحيوانات، ومن بينها أسلوب البطة. يرون أنه بهذا الأسلوب المعلم البارع يستطيع فعل ما لا يقدر على فعله الآخرين. عندما يتحرك تنغرس رجلاه في الأرض من 1 إلى 2 من السنتيمترات. كيف التواجد هناك وأين أنت في اللحظة الراهنة؟ في إحدى المرات ذهبت مع عائلتي إلى البحر للاستراحة والاصطياف، فاستيقظت باكرا وذهبت إلى الشاطئ لأتمشى وأتمتع بالهواء الصباحي النقي وبالماء البارد وبأشعة الشمس الدافئة الممتعة، لا سيما في هذا التوقيت بالتحديد. كل صباح وحيث كنت أتمشى كانت تمر على الشاطئ بالقرب مني ثنائية جميلة، زوج وزوجة ومعهما طفل جميل جذاب، ابنة بعمر 5 سنوات. الأم والطفلة تبدوان وكأنهما من صنف الملائكة، تشعان رقة وإشراقا. وصباح أحد الأيام عندما كانت تمران بالقرب مني سقط نظري مصادفة على الأثر الذي تخلفه خطوات المرأة على الرمل. أصابني الذهول، فكما تعرفون الرمل يكون كثيفا جدا قرب الماء، ومع هذا فإن خطوات أقدام تلك المرأة غاصت في الرمل بعمق 0.5 سنتيمتر وربما أكثر. أنا كنت أزن ضعف وزنها، ولكنني عندما حاولت أن أترك آثارا على الرمل كتلك الآثار لم أتمكن أبدا، فصرت أقفز قاصدا ذلك، ورغم ذلك بقي الأثر الذي تتركه قدماي في الرمل أقل من أثر قدمي تلك المرأة، بل وأقل أيضا من أثر أقدام تلك الطفلة الصغيرة. لم أرى بعد ذلك تلك الأسرة أبدا. ما الذي يدفع بأقدامكم؟ ما الذي يفصلكم عن الأرض؟ في أواخر الستينات توفي المعلم موريخي أوسيبا الذي يعد مؤسسا لواحد من أروع الفنون القتالية ويسمى الأيكيدو، وذات مرة أراد التلاميذ اختبار معلمهم، فقرروا التسلل خفية بعد أن يكون قد خلد للنوم للتعرف على ردة فعله، وما إن اقتربوا من الباب حتى سمعوا صوت المعلم يقول من بالباب؟ هربوا على الفور وانتظروا حتى يخلد للنوم من جديد ليعاودوا الكرة، ومن جديد ما إن اقتربوا من الباب حتى سمعوا نداء المعلم من بالباب، ومن ثم حاولوا مرات عدة الدخول إلى غرفة، لكنهم من جديد ومن جديد كانوا يسمعون النداء ذاته بصوت معلمهم الهادئ. حل الصباح وكان التعب قد نال من التلاميذ، أما المعلم فقد بدا مرتاحا وفي نشاطه المعتاد. لماذا لا تشعرون أنتم بالأمان؟ أين يقع ذلك الخوف في جسدكم؟ في مدغشقر وفي القرن 18 كان يعيش الإنسان الذي استطاع أن يحدد بدقة اليوم والساعة لوصول أي مركب شراعي إلى الميناء، وعندما كان الناس يسألون كيف له معرفة ذلك كان الإنسان يجيب يكفي أن تنظروا بإمعان حولكم. ما الذي يعيقكم أن تنظروا بانتباه حولكم؟ في لغتنا توجد عبارات مثل يجب نيل هذا، يجب بلوغ ذلك، أو من الضروري الوصول إلى. وليس مهما هنا سواء كان الحديث يدور عن الأشياء أم عن الحالات والأوضاع.
بقولنا هذا نحن وبشكل تلقائي نفترض ونعني أن موضوع أمنياتنا وآمالنا منفصل عنا ويقع في مكان ما في الخارج وليس فينا، أليس كذلك؟ فماذا تضعون حينئذ بينكم وبين ما تريدون بلوغه؟ فإذا كان هناك شيء ما غير موجود فيكم، فهل يمكن بشكل عام بلوغ هذا والحصول على ما هو غير موجود فيكم؟